عندك 7 حبات من القرنفل في البيت، تعالي هقولك تعملي بيهم وصفة رهيبة، وصفة حلوة جدا جدا. الوصفة دي لإيه يا بنات؟ الوصفة دي للكحة والبرد والانفلونزا وكل الكلام ده، هيختفي بفضل الله، خاصة الناس اللي عندهم ربو على صدرهم. الوصفة دي يا جماعة للربو، هتخلصك من كل البلغم والربو اللي على صدرك، ما تتخيليش قد إيه جميلة جدا وتحفة. من 7 حبات بس من القرنفل أو المسمار هتعالجي كل مشاكل صدرك والكحة وكل الكلام ده، والبلغم ده كده هيدوب وينزل، مش هتلاقي له أثر تاني، وهيسلك لك الشعب الهوائي وفي منتهى الجمال يا جماعة الوصفة دي. يعني تخيلوا من 7 حبات من القرنفل هتخلصي من كل مشاكل الشعب الهوائية، حاجة كده في متناول الإيد وجميلة جدا واقتصادية ومش مكلفة إطلاقا، وكمان مفيدة جدا للجسم. تخيلوا بقى من 7 حبات قرنفل هنعالج كل الكلام ده، تخيلوا حاجة بسيطة جدا ومتواجدة في كل بيت. يعني القرنفل من الحاجات الجميلة جدا جدا. طب هنعمله إزاي؟ هنعمله بطريقة بسيطة جدا، يعني مش هتاخد من إيديكي دقيقة بالظبط تكوني عاملاها. وصفة رهيبة وفي منتهى الجمال وحاجة كده تحفة بجد. تخيلوا يا جماعة من 7 حبات قرنفل بس خلاص عالجنا كل المشاكل والربو اللي على صدرنا اللي احنا مش بنقدر نتنفس منه، خلاص هنتنفس بعد كده طبيعي وصحتنا هتبقى تمام وزي الفل. ويلا بينا نخش على الفيديو، شير لصحابكم ولايك للفيديو، ويلا بينا نشوف الوصفة الجبارة دي عملناها ازاي. حاجة كده في منتهى الروعة والجمال. أول مكون معايا كده هو مكون واحد مفيش غيره، وهو 7 حبات من القرنفل أو المسمار بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. هنعدهم كمان، بصوا اهو، ادي 1 2 3 4 5 6 7. تخيلوا 7 حبات من القرنفل هيخلصنا من كل الكلام ده، خاصة الناس. كان في واحدة حبيبة قلبي بعتت لي عايزة وصفة للربو أو البلغم اللي على صدرها، بتقول مش بقدر أتنفس منه وبيعمل لي تعبني جدا وجايب لي صداع، يعني مجرى التنفس ده لو في أي صعوبة بيجيب طبعا صداع وبيجيب وجع في الأذن أو في الودان، وكمان في المناخير، في مجرى المناخير كده أو الأنف، كل الكلام ده. يعني بصوا بدام فيه بدل في صعوبة في التنفس، يبقى كل المكان اللي محيط بالدماغ هيتعبك، سواء صداع، سواء الأنف، سواء الأذن الوسطى، سواء كل الكلام ده بيتعبك طبعا لو مجرى التنفس مش سليم. فاحنا هنعالجه بكل سهولة بحاجة بسيطة جدا، 7 حبات من القرنفل زي ما احنا قلنا، وكمان هنزود عليهم ايه؟ هنزود عليهم مية بس كده. تخيلوا بقى، بس مش عايزين اكتر من كده. وهنبدأ ناخد الكوباية بتاعتنا كده في اي مكان على الرخامة في المطبخ، وهغطيها لحد تاني يوم. الكلام ده هعمله من بالليل، انقعهم كده في المية من بالليل، واخدهم الصبح على الريق قبل ما افطر وقبل اي حاجة. تمام، حاجة بقى في منتهى الجمال والروعة، بصوا بالشكل ده كده اهو. هنبدأ بس نديهم تقليبة كده بالشكل ده كده، حطهم على الرخامه في المطبخ، واصبح الصبح اخدهم بكل سهوله، مفيش تعب خالص. طبعا مش هناخد المسمار او القرنفل، احنا هنصفيه وناخد الميه بتاعته بس، ده بيسلك لي كل مجرى التنفس، وكمان لو في بلغم ولا اي حاجه بياخده معاه، ما بيبقاش اثر خالص للبلغم، وكمان هنتنفس طبيعي بعد كده، وحاجه في منتهى الجمال. يعني الوصفه دي بقى سحريه وجميله جدا. شفتوا حاجات بسيطه ازاي؟ احنا كل هدفنا من الفيديوهات بتاعتنا ان نوصل لكم الحاجات البسيطه اللي كل يعني الحاجات ديت نوصل لكم الحاجات البسيطة اللي هي في متناول الإيد للجميع، كله يقدر يجيبها. طبعا احنا عارفين ان مجتمعنا فئات غنية جدا، فئات متوسطة، فئات ناس غلابة جدا جدا، فاحنا كل هدفنا نوصل الفيديوهات بتاعتنا تبقى متناولة للجميع، حاجات بسيطة جدا بس بجد رهيبة ونتيجتها ممتازة، احسن من الأدوية والحقن والشكشكة وكل الكلام ده. يعني كل الكلام ده طبعا مضر جدا بصحة الإنسان، انما الوصفات اللي هي الطبيعيه دي جميله جدا جدا، لو ما فادتناش ما بتضرناش، وحاجه في منتهى الجمال جدا. كمان الفيديو اللي فات عملنا معاكم وصفه حكايه لحب الشباب، وصفه حلوه جدا، وهو كانت الحاجات ديت او الوصفه اللي هي بالقرنفل برضو، حاجه جميله جدا جدا. انا طبعا اديت عبوه زي دي لواحده جارتي بجد بتشكرنا عليها، من استخدام يوم واحد بس، يعني هي تاني يوم النهارده وبتقول لي دبلت الحبوب خالص، يعني كلها يومين ثلاثه والحبوب تختفي تماما تماما. بجد وصفه رهيبه جدا جدا للحبوب اللي احنا عملناها الفيديو اللي فات يا بنات، حلوه جدا جدا. يا ريت تخشوا تشوفوا الفيديو ده، هينفعكم جدا وهيفيدكم، وحاجه في منتهى الجمال والروعه، حاجات بسيطه جدا بس بجد نتيجتها 100%، حاجه في منتهى الروعه نتيجتها حلوه 100% بجد. يا ريت تخشوا وتشوفوا الفيديو وتجربوا الوصفه دي، لان الوصفه دي سحر وجميله جدا. تمام،
حاجه في منتهى الجمال والروعه يعني. والوصفه دي كمان هتخلصك من كل البلغم اللي عندك. وبكده الفيديو بتاعنا النهارده يكون خلص، يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تنزلوا تحت وتدوسوا على كلمه اشتراك اللي هي باللون الاحمر، وكمان تشاروا الفيديو ده لحبايبكم واصحابكم عشان كله يستفيد من الفيديوهات بتاعتنا. وفي السلام دايما فاتين، مع السلامه.